نشوف التمويل الأجنبي اللي يعني كان عندنا مشكلة التمويل الأجنبي ومنظمات المجتمع المدني. في مجلس النواب اندلعت مشكلة جديدة، التمويل الأجنبي والنقابات. يعني دخلنا في التمويل الأجنبي للنقابات. هشوف ليه أطراف هذه الأزمة النائب الأستاذ خالد شعبان عضو لجنة القوى العاملة، وهو اللي اقترح التمويل الأجنبي مع الضمانات. أستاذ خالد أهلا بيك. اهلا بك استاذ وائل، والحمد لله على سلامتك. الله يسلمك استاذ خالد. وخلينا اقدم كمان النائب الاستاذ عبد الفتاح محمد. استاذ عبد الفتاح اهلا بيك. اهلا بك يا استاذ وائل، والحمد لله على السلامه. الله يسلمك، الف شكر. استاذ خليني في البدايه هنا استاذ خالد، قول لي في يعني فلسفتك ايه او مفهومك ايه انه انا اسمح بالتمويل الاجنبي للنقابات؟ طب اولا ده مش تمويل اجنبي، يعني كلمة ان ما اعرفش الصحافة تناولت الموضوع على اساس ان تمويل اجنبي، ولكن هو الموضوع كان في شقين كنا بنتكلم فيهم النهارده. وطبعا يعني لجنة القوى العاملة يعني بالذات من اللجان اللي بتتوافق حوالين بعض الرؤى اللي موجودة في القانون، عندنا قانون النقابات قاطع دلوقتي مشكلة كبيرة ان منظمة العاملة الدولية حتى مصر في شهور بليس وجاية تزور مصر يوم 13 للانتهاء من قانون المنظمات النقابيه، ويجب ان احنا نخضع لمعايير العمل الدوليه في هذا القانون اللي موقعه عليها مصر من معاهدات في العمل الدوليه. تمام؟ فجت هي الماده الخاصه مش بالتمويل ولكن المنح المقدمه من منظمه العمل الدوليه او غيرها من ال المنح المنح وليست يعني انت بتقصد بالتمويل الاجنبي الخارجي هي المنح اللي بتاتي زي طب المنح منين؟ من اي جهات؟ ما هو التمويل الاجنبي كان في جزء منه منح بقى. منظمات العمل الدوليه او من منظمه العمل الدوليه اساسا ومنظمات المختلفه في اطراف العمل الدوليه. تمام؟ فانت هي بتبعت لك منح عباره عن منح تدريبيه وتثقيفيه للعمال بتؤدى على حساب منظمه العمل الدوليه او غيرها. احنا لو قطعنا المنح دي يبقى احنا بنبعد عن العالم خطوه بعيده، زائد ان معايير العمل الدوليه بخصوص هذا القانون كانت في مخالفات منهم هذا الموضوع، ان انا بديك بعض المنح عشان تدرب عمالك على النقابه وغيرها وغيرها. تمام؟ في بعض الناس عندهم حساسيه، انا اصلا يعني جزء برضه انت عارف حساسيه اللي كانت موجوده في قانون الجمعيات وغيرها من بعض الحاجات اللي كانت موجوده من منظمات المجتمع المدني، فالحساسيه دي مش عاوزه تنتقل الى بس الحساسيه ما هي كمان كان يعني جزء كبير من التمويل الاجنبي للمنظمات المجتمع المدني ما هو كمان بيبقى على شكل منح، واحيانا المنظمات دي بنقول انها لا تعطي مجانا، يعني عندها اهداف، ازاي تضمن؟ لا انت بتتكلم عن منظمه العمل الدوليه، يعني انت لا بس انت بتقول مش منظمه العمل ده، يعني ممكن تكون في منظمات معنيه بحقوق العمل العمال الدولية. وبالنقابات كلها يعني المنظمات المعنيه بالعمل الدولي. تمام؟ بعض البلدان يعني مش بتاع. فانا قلت كان كلامي في الجلسه النهارده حوالين ان في اللجنه حوالين ان يبقى ليها رقابه كمان، يعني ما تبقاش العمليه حتى هيدفع هذه الفلوس وخلاص من غير رقابه. فانا طلبت بس انت هتفتح ابواب الحصول على اموال من الخارج، ما هي الحكومه يا فندم، ما هي الحكومه هنا اللي هتبقى مراقبه للموضوع. ما هي الحكومه بتراقب كمان منظمات المجتمع المدني، لكن مع ذلك يعني الاول لا انت عارف الناس عندها حاجز نفسي مع التمويل الاجنبي. يعني كده قلت لك ان في الحاجز النفسي، ولكن انت يعني معروف ان المنظمات النقابيه يعني دي منظمات منضبطه في هذا الامر، وما كانش فيه مشاكل، وده كان موجود عن فكره بعض المنح اللي كانت موجوده كانت بتيجي للتدريب والتثقيف وغيره وغيره. تمام؟ انا طيب. مش عايز اقطع ده عن مصر واقول ان ده اصل عشان حساسيه ان انا ما ادربش العمال على التثقيف العمال وغيره، ودي مبالغ هتخش الاتحاد العام للنقابات او النقابات المعنيه او المنظمات النقابيه عموما. فبالتالي ما هو كمان بندخل يا استاذ خالد في يعني لا احد يعطي مجانا، يعني بيبقى عنده عن فكره اهداف وهيقول لك اعمل لي ابحاث عن العمال في مصر وحدي لك على هذه الابحاث مبلغ كذا مثلا. يعني الموضوع بعيد قوي لان معظمها بتبقى حوالين التثقيف والتعريف بالشان النقابي وغيرها وغيرها وغيرها، غير منظمات لحقوق الانسان خالص. تمام؟ فبالتالي طيب. انا مش عايز يعني اولا انا لما حطيت ده كلمت اني لازم اصلا منظمات هذه المنظمات النقابيه طيب. اصلا خاضعه للقوانين،
طب خلينا نسال الاستاذ عبد الفتاح محمد كده ليه معترض، وايضا معايا الاستاذ نائب جبالي المراري. استاذ جبالي اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم، اهلا اهلا بسعادتك. بيك. اسال الاستاذ عبد الفتاح، موافق على اللي بيقوله الاستاذ خالد؟ يعني هنا عندنا كابوس اسمه التمويل الاجنبي لمنظمات المجتمع المدني، وحتى لو ده بيخضع لضوابط لكن يظل الحاجز النفسي عند الناس وشعار لا احد يعطي مجانا موجود في اذهاننا. هل هندخل ده على النقابات كمان؟ توافق على ده؟ لا هو طبعا سعادتك انت يعني قدرت تحل الموضوع بكلمة، يعني ما فيش حد بيدي حاجة مجانا يعني. فبالتالي التمويل الأجنبي احنا جربناه يعني، طبعا احنا شفنا اللي حصل في يناير، وشفنا اللي حصل يعني حتى 30 يونيو من التمويل الأجنبي والمنظمات الحقوقية، طبعا مش كلها، والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني وغيره من الجمعيات اللي كانت يعني بيدخل لها تمويل أجنبي يعني نتج عنه ايه. دي حاجة. الحاجة الثانية ان احنا يعني اولا مصر قادرة بعد 30/6 انها تبني مؤسساتها بايديها بدون تمويل من الخارج. التمويل من الخارج للأسف الشديد ثبت انه بيبقى ليه اهداف سياسية، لان انت عارف هاتها كده من وانت جاي من الالفينات، هتلاقي كتير من المنظمات الأجنبية دخلت مصر بحجة عمل دورات تدريبية ودورات تثقيفية وعملت منح. والأستاذ خالد بيقول لك طب هي منح ما ناخدهاش ليه؟ يعني ما ناخدش احنا الفلوس دي ليه يعني أحسن؟ شوف يا فندم، أولا احنا هذا القانون يعني هو بيقول الحكومة تراقب. قانون النقابات الجديد لا دخل للحكومة بهذا القانون، يعني احنا بنعمل قانون يخص العمال وجمعياتهم العمومية هي اللي لها الحق في اتخاذ القرار، لا الوزير المختص زي ما كان بيبقى موجود قبل كده. الوزير 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 النهاردة الحكومة بعيدة كل البعد عن التدخل في شأن العمال ومنظماتهم النقابية. طيب خلينا أسأل أستاذ جبالي المغاري. أستاذ جبالي، موافق ولا معترض على التمويل الأجنبي للنقابات بعد أن عانينا من كابوس وما زلنا التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني؟ لا هو أستاذ وائل مش كابوس، ده سم قاتل احترس من المنح الأجنبية لأنها سم قاتل، هو السبب في خراب ودمار واغتصاب مصر، هو السبب في تفكيك الحركة العمالية، هو السبب في تشريد العمال وغلق المصانع، هو السبب في هروب المستثمرين في مصر. فهو يا فندم دي فتنة. أنا لا أقبل ولن أقبل أي منحة أجنبية ولا أي دعم أجنبي إلا الدعم والتدريب والتثقيف. إحنا عندنا الكفاءة ندرب ونثقف عمالنا ذاتياً، ولا نقبل اي منحه اجنبيه، لانه هو ما بيحبنيش قوي ومش خايف عليا قوي لما يديني المنحه. طبعا وانا ما زلت مصمما على شعار لا والنبي انا عايز المرتبات كم والاسر كم وبتاكل بقد ايه وبتشرب بقد ايه، ويرتب عليها حاجات استخباريه اخرى استخباريه كمان. طب استاذ خالد عشان يبقى لك حق التعليق الاخير، دخلنا هنا في انها سم قاتل، وان كمان هتدخلنا في مزالق استخباراتيه يعني اللي هو التمويل الاجنبي للنقابات. اتفضل. انا بسال سؤال، ان مجلس النواب تقريبا كل النقاط بيتم في حاجه اسمها منح المقدمه للحكومه من الجهات الاجنبيه للحكومه، ها بمناسبه منح العمل الصرف الصحي، منح لكذا كذا، والازهر بياخد، لكن يعني المؤسسات الكبيره تختلف عن عشان كده وبيوافق عليها مجلس النواب بمناسبه، لان هذه المنح بتخضع تحت ايه مجلس النواب، ومجلس النواب بيتعرض عليها هذه المنح بموافقه او رفض في هذا الامر. تمام. في منح كتير جايه من دول عربيه ودول اجنبيه ودول اخرى، حاجات كتير جدا بيخص هذا الامور للدوله. تمام. فمش معقول ان انا اشيطن كل حاجه واقول ان اصلا هذه المنح شيطانيه ومن نبت الشيطان والناس عايزه مني حاجه. دي نمره واحد. نمره اثنين،
انا لما حطيت نص الماده هيبقى بكره ان شاء الله حاطه اني بعد موافقه مجلس النواب، مش تدخل مش الحكومه، انا اتكلمت على رقابه الحكومه فالفقره لغير اولا الجهات اللي انا بقولها ما هياش حكومه، بس فتاح قال انها حكومه، لا البنك المركزي جاي مستقله، الجهات المركزي جاي مستقله عشان الناس تبقى عندها وعي. طيب بس هو استاذ خالد اصل انا كده كده يا جماعه هفتح تمويل اجنبي مجتمع مدني، تمويل اجنبي نقابات، مش بعد شويه الاحزاب ندخل بقى تمويل اجنبي للاحزاب مع ان القانون يحظر ذلك، بعد كده هندخل تمويل اجنبي للصحف اشمعنى، وتمويل اجنبي لوسائل الاعلام اشمعنى. يا استاذ وائل انا ما قلتش تمويل، ولكن قلت المنحه مقدمه للمنظمات النقابيه من منظمه العمل الدوليه. طيب اشكرك في كل الاحوال يا جماعه، لو عايز استاذ جبالي تقول تعليق اخير اتفضل. هو بيقول لك البرلمان بياخد منح ومؤسسات في الدولة يعني. يا أستاذ وائل لو مؤاخذة في فرق بين منظمة العمل الدولية وبين التمويل الأجنبي. يا فندم منظمة العمل الدولية لما عايزة تعمل دورات تدريبية أو تثقيفية في القاهرة بنقوم بحضورنا إحنا، هي اللي بتصرف عليها. يبقى عارفين البرنامج، عارفين ورقة العمل اللي هتتم إيه. إنما أنا ما أخش تمويل من الخارج ويجي لي شيكات بالدولار لاهداف اخرى، انا ما بتكلمش عن منظمه العمل الدولي، منظمه العمل الدوليه منظمه تابعه وزي منظمه العمل العربيه تعمل دورات تثقيفيه تدريبيه عماليه. طيب. انا اللي بختار التدريب والتثقيف بتاع عمالي مش هم اللي بيفرضوه عليا. اشكركم جميعا. التمويل الاجنبي يا جماعه يعني لغم ليه؟ للأسف لأنك أنت لما بتفتح أبوابه لا بيستغل استغلالا سيئا، وما زلت مصمما لا أحد يعطي مجانا، اللي بيدي عاوز ياخد، هو بيديك فلوس ما هذه التقارير والأبحاث اللي أنت بتبعتها وترسلها عنده أهداف تانية متعلقة بيه، عندي حساسية.